رجال في المطبخ؟ ايوه رجال في المطبخ. وين ما كنتم السلام عليكم، مساكم الله بالخير، ويا هلا مرحبا فيكم حبايبي وكل من يسمعنا عبر الاثير بانوراما اف ام في حلقه جديده من برنامجكم رجال في المطبخ خلال شهر رمضان المبارك. اليوم ضيفنا هو الفنان احد نجوم عرب ايدول، الفنان محمد طاهر. مساك الله بالخير يا محمد. مساك الله بالنور حبيبي، اهلا وسهلا. بدايه احنا سعيدين بتواجدك عبر الاثير بانوراما اف ام. بداية حبيبي أنا أسعد، وأحب أقول كل عام وأنتم بألف خير، وأبارك لكم بالشهر الفضيل، وعسى ربي يعود إن شاء الله علينا وإحنا بخير وصحة وسلامة على جميع المسلمين. آمين يا كريم. محمد خلني أبدأ معك في رجال في المطبخ. رجال في المطبخ، علاقة محمد طاهر في المطبخ علاقة جيدة ولا غير جيدة؟ لا والله جيدة، والله بعد يا سلام عليك جيدة. طيب جيدة انه انت عندك طبخات معينة تحب تطبخها بنفسك؟ اي طبعا، في طبخات كثير نحب نطبخها بنفسنا، يعني يعني مثلا احيانا انت تكون في البيت لحالك، اهلك ما يكونوا موجودين في البيت مثلا، فلازم انك تضطر ان انت تخدم نفسك بنفسك. يعني ما تقدر تقعد بالجوع، ولا احيانا وقت متأخر مثلا ما في مطاعم فاتحة انك تطلب او غيره، العادة الوجبات السريعة هي اللي نسويها. طيب خلال شهر رمضان محمد طاهر يعني على السفرة لازم في وجبة رئيسية تكون موجودة على السفرة؟ أنا أكثر طبعا في إحنا عندنا شيء اسمه الجيمات، أكيد تعرفونه طبعا. أنا لا، مهم عندي لازم يكون على السفرة في رمضان. حلو. طيب محمد أنت في رمضان يعني تحب تكون، خلينا نسألك بس قبل على ما نرجع للجيمات، تحب يكون إن الأكل شوط ولا شوطين؟ لا شوط واحد يا حبيبي. أوه يعني أنت على تلعب على المرتدات كذا؟ نعم. رأس حربة ناجح يا محمد، ما شاء الله عليك. يا حبيبي ما يمديك أصلا شوطين، لأن أنت قاعد ميت جوع وتبي تاكل الأولي والتالي أصلا. ما شاء الله عليك، عليك بالعافية. طيب الشيء هذا ما يسبب لك يعني خمول، ممكن نقول صلاة المغرب مباشر على طول خمول أصلا؟ أنا يعني الأفضل أنك تصلي المغرب وبعدين تاكل كذا، علشان أنت لو أكلت قبل بتصير عندك خمول وبتثقل عن الصلاة. يعني خلينا نقول أنت كأنك تلعب شوط كرة يعني سلة، يعني افتح ريقك بشيء وبعدين صل وبعدين وقت مستقطع. ها أيوه حبيب قلبي يا محمد. طيب أبو حميد، والسر يعني الجيمات، ليش أنت بالذات ركزت لي على الجيمات؟ يعني هل هي يعني هي أكلتي المفضلة، وهي أكثر أكلة يعني ذكرني برمضان. يعني بحكم أنك محمد اللي عارفين عنك أنك متنقل، يعني سفرياتك كثير وأشغالك كثير، عسى الله يوفقك في حياتك الشخصية والفنية إن شاء الله. محمد طيب في المطبخ، يعني قد كذا يوم من الأيام حاولت تطبخ لحالك وجبت العيد؟ وكثير. أها مع الجيمات ما أجيب العيد، العيد يجيب. دائما يقولون العيد شيء جميل، لذلك لازم نجيبه. عرف مو هو جاي العيد اصلا بالذات في رمضان، يعني احنا العين هو جاي باذن الله. الله يبلغنا وياكم ان شاء الله على خير. امين ان شاء الله محمد طاهر. طيب محمد سؤالي الاخير لك، يعني انت تقول لي انه انا احب اكل الجيمات في كل سفره، وانت انك يعني تاكل لك شيء كذا مثلا مويه ولا قهوه وبعدين تبدا تستفتح بالوجبات، نظام محمد طاهر في رمضان كيف يكون؟ طبعا انا ما اشرب قهوه. انت من نوع اللي ليه؟ طيب ما احب القهوه، ما احب القهوه غريبه. اي والله علاقتي مع التمر بعد مش كويسه، فعشان كذا يعني اكل الجيمات واحده بعدين استحريك ومع مايه. تأدب مع الشربه ومع السمبوسه ومع الحركتات هذه. ها اي يا حبيبي. حبيبنا محمد طاهر طبعا احد نجوم عرب ايدول، وهو نجم في عيوننا، نتمنى ان شاء الله لك دائم التوفيق والنجاح، وانت نجم والمشوار لسه في اوله، ويا رب ان شاء الله يوفقك. الله يرضى عليك يا زيد، انت سيد النجوم حبيب قلبي والله. حاب وش حاب تقول لجمهورك والجمهور اثير بانوراما اف ام اللي يسمعوننا بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك؟ والله حاب اقول لهم ان شاء الله عيدكم مبارك مقدما، وأتمنى يا رب الله يبلغنا رمضان السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها، وإحنا كلنا خير
جميع الأمة العربية بصحة وسلامة إن شاء الله. آمين إن شاء الله. يعطيك العافية صديقنا محمد طاهر. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم مع صديقنا محمد طاهر. انتظرونا إن شاء الله في حلقة قادمة وجديدة مع ضيف جديد في رجال في المطبخ.